السلام عليكم الوالدة، كيف حالك؟ الحمد لله. ما أخبارك؟ بخير؟ الحمد لله. طيبينه؟ الحمد لله. مصنع الوالدة؟ هذه نصنع مقامة، هذه نصلية النخلة، كله نصنع بخوص والطيب والزور كله، الحمد لله رب العالمين، نصنع من فضيلة النخلة. وكيف تجمعي الطريقة؟ هي مقصة من أول إلى آخر شيء. هي مقصة شيء قبل هذا، نشخر قبل بعدين نسف ونسعدنا، كان هذه علينا فينا. زين، كم يوم يحتاج له تيبيس في الشمس، أشعة الشمس؟ يومين يلبس في أشعة الشمس، ومن ثم عتيت بديت باشر فيك. يبقى ممكن يابس مبله بالماء، إذا كان يابس يبل بالماء يكون عملية السهل يعني. إيه أسفت نسوي أمكم قصين رطبة نسوي نستعمله. إنزين، وهل شيء خوص معين من نخيل معينة على أساس تسويها؟ إيه، ما له بول ذاك بالخصاصيب بالقفر بالمخاريف، خوص ذاك بالزور يسحب كما هذا. هذا يسواه أبو هذا. هذا الخوص هذا وحده، هذا بالمخاريف وبالعزفان وبهذا، هذا الخوص ما شاء الله. اي هذا الخوص. لكن شيء نخيل معينات مثلا نقول احنا مال الفرض ولا مال الصاب ولا مال الغال ولا خلاص كل هذا بالضيب كله يصلح. وافضل شيء مثلا بول ذاك بول الفرض، مال الفرض اسهل شيء. ايوه ايوه ما شاء الله. والتصنيع بالطبع عندي شلة المقامة ان شاء الله، وعندي مراوح هلا عندي مقامة زين. كم؟ 200 بريال. 200 بريال. ايوه. لهن الصغار 3 بريال. يعني الكبار 200 بريال والصغار 3 حبات بريال. زين. كم هلا نفس الشيء؟ 3 بريال. مراوح؟ بريالي. زين يا والدي. هذاك نسوي بالصوف، ببرة. هي. نسويه هنا. والحمد لله رب العالمين. زين، شيء اول يسويه مال الخوص نفس الشيء. اي شيء بالخوص يسويه انت هلا هنا. مولات. اي هلا بالخوص. سوين بالخوص، هذا بالخوص ما شاء الله. وكيف الإقبال عليهم؟ الحمد لله رب العالمين. شيء إقبال يعني؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يلا مشكورة الوالدة، جزاها الله الخير. وهذا اللي يحب في داخل قلعة نسوة متواجدات يومياً، أغلبة الأيام موجودين الجمعة وسبت يومياً ما شاء الله. يومياً. وعندكم إجازة يوم الأحد نفس الشيء، بإمكانكم التواصل. شكرا الوالدة، جزاها الله خير. شكرا.